بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المجلس 50، باب قول الله تعالى: فلما أتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما أتاهما. ما تشمون الكتاب مع البركة كتاب محمد عبد الوهاب، إن تشمون باب نا كتاب التوحيد وندى ألا يشي. فلما أتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما أتاهما. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنه في الآية قال: لما تخشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكم الذي أخرجكما من الجنة، لتطيعاني أو لأجعلن له قرنائيل أو قرنائيل، ونضبطين لهذه الكلمة قرنائيل، فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن يخوفهما. سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما أتاهما. رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتالة قال: شركاء في الطاعة ولم يكن في عبادته، شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله تعالى: لئن آتيتنا صالحا، قال: أشفقا أن لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن والسعيد وغيرهما. وانا بابينا مثلا كان ساسونا يعني معبد الى غير الله عز وجل، كما اشياء عبد النبي والعياذ بالله، او عبد عمر او عبد الكعبه والعياذ بالله. دو اي سنا اكعب رشي لغير الله لا يجوز. وانا القصه كما ادم وحواء لما اتاهما صالحا جعله شركاء فيما اتاهما. ما لم يسني جاية أكي ما لم يسك شيء. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم عبد لغير الله كعبد عمر. أي سنة لغير الله كعبد الأش حرامني، وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. يعني عبد المطلب أسولا كان النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما أنا مسألة سبحان الله، يعني الله عز وجل فضله مشان علم، يعني من باز يد في أكم وأنا مكلمة. أما شيخ شيبة الحمد يشي لا الذي كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه المطلب، ليس عبد المطلب، اسمه المطلب ليس عبد المطلب. يعني على قاعدة على ما هي عليه، كل اسم المعبد غير الله حرام، حتى عبد المطلب بعد النبوة. يعني الاسم الذي كان في أسماء أجداده أو آباء صلى الله عليه وسلم، ها ونزلنا ذيك كم، هذا اسم في الجاهلية يعني من قبل، الله أصلا ليس التحكم فيه. أما بعد الإسلام الله أصلا غير كثير من الأسماء دون يعني هذا المعنى، غير اسم الحكم اللي هو شريح القاضي وما أشبه ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن الله أصلا يعني يا شنزة أي سونة يزمع معبد لغير الله نبي بشبه كي سونة ما ودي بكي حكم عبد الحكم مليك صفه جيد صفه كمان لله عز وجل يجي مي أنت أبا شريح، يجي كم أبناء لك ديفة لا يجي معنى أبا شريح كم أني قباتها. وعن ابن عباس رضي الله عنه في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت. يعني آدم عليه السلام جيك آدم يشيش حواء عليها السلام وأيمه فأتاهما إبليس يجي يشيش الأن يزومه فقال: إني صاحبكم الذي أخرجكما من الجنة، يجي نيني وانا لفدور الجنة، لتطيعاني أو لأجعلن له قرنائيل. يعني ذاك بينك وكما إنسامي أهو كمان بريوا عمان بريوا بشي دلالة بشي سنة تشيمي ضويحي الضويحي دهوسكما دائما إشياء كمان أبن ديري كمان بريوا شي مايكي أمان كفاي شي أفن بريوا سو فيخرج من بطنك فيشقه يشي فضل تنك يفرك شكين دن جير من أهو ولا أفعلن ولا أفعلن زنك يا زنك دائما تقول تاسو يخوفهما. سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعه وسامي سلم عبد الحارث هي سكئي
فخرج ميتا سيفتو سبحان الله بقدر الله يعني يفتو أمتي. فحملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبي أن يطيعه فخرج ميتا. ثم حملت يعني تاني مرة كو نبيو لتاني يجي مزو سلقي قال فتوى أمتي ابتلاء من الله عز وجل وامتحان. فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد يجي لك قالوا أنا أكم سوكم كاسم أوائي هيزوشي أتيرونيكما. فسميه عبد الحارث فذلك قوله تعالى جعل له شركاء هذا سك سامي عبد الحارث له سك سامي سونا يعني أطاعه في التسمية بابو تامي سكيبا سونا سك ساك أندي جمد عبد الحارث هو يزني لوني وجن ننزل الله أكبر. رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتالة قال شركاء في طاعته ليس في عبادته ولم يكن في عبادته يعني شركاء في طاعته في التسمية فقط ولم يكن في عبادته بس بابو تاشي أنسى كيبا سنن دي جي الثاني دي سؤالة تازو سوبي أنك أمتنا أكو الله أكبر ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفقا ألا يكون إنسانا يعني دي جي مزي سامي قرنائيل دي باش يفتولك أهو يفركي جي كنادة تموت إذا كنت سبحان الله. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما كمون معنى دو من يلي سلف الزكوجي هكذا سكبار لون معنى. أما حقيقة هذا الأمر أو أن قضية آدم عليه السلام يعني أسامي إنه آدم أشرك بالله تعالى الله تعالى الله دمي دم أكبر حجة يعني ما لم يسك شيء كان لآية فيها التفات يجي فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون عما يشركا المثنى بلاء عما يشركون للجمع فيه التفات بعد نصر في شيء وانا ايكن يهود يد نصارى يعبدون عبد المسيح وعبد عزير وقالت اليهود عزير وانا يعني عبداه الى وانا من ابناء ادم عليه السلام حاشا ادم وقيل حواء الذي سمت فعاتب الله ادم وحواء يعني معا لكن القول الفصل آدم وحواء الأبوان لم يشركا أبدا لقول الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في حديث الشفاعة اشفع لنا يا آدم فيعتذر بأنه أكل الشجرة لو كان معه شرك كان من باب أولى أن يقول أشركت بالله. والالتفات الذي ذكرناه في الآية تعالى الله ما قال عما يشرك عما يشركون يعني للذرية ما قال عما يشركا للمثنى لا ذكر الجمع فيه التفات من المثنى إلى الجمع هذا الذي أجابوا به الذين قالوا وهو الراجح عندنا إن شاء الله تعالى الذين قالوا أن آدم وحواء لم يشركا تعالى الله أن النبي يشرك تعالى الله نبي الله أبو الأنبياء أن يشرك يعني بالله عز وجل والله أعلم. وأن أرشلي جاي الأكي أكم معلمي وسكي أكم قضية وانا قلت ما ذكر ان ادم يعتذر يوم القيامه شيء 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 شو كان ده الله يجيك اللي جيت على الجنه انا ما لكم عندكم الشجره ده اخويا ده شركه بزي شيء يا شيء واجد شيء اذا شيء هذا شركه بالله عز وجل ده تجي ذكر على شيء ناي شركه بزن يا شفاعه امام حشاه ان يشرك بالله ده الله شيء ان الله اصطفى ادم الا يزال بك شيء كان بابا ان شركه انا بقول بها هكا كما قال التفات الاشياء ايه تعالى الله تعالى عما يشركون بيشركاب وان للذين يعني يفتنون باللغه العربيه والله اعلم. وان نشيل شباب يعني اي سونا معبد لغير الله عز وجل لا يجوز والله اعلم. صلى الله عليه وسلم.